بوفاته انطفأت شمعة أحد أبطال فريق جبهة التحرير الوطني. رشيد مخلوف يقضي نحبه عن عمر نهز 88 سنة إثر مرض عضال. ولد مخلوف في 12 أغسطس عام 36 بولاية سطيف، أين استهل مشواره الكروي مع أواسط اتحاد سطيف عام 1950، لينتقل بعدها بعامين إلى أكابر الاتحاد الإسلامي السطيفي. موهبة مخلوف أثارت انتباه كشاف نادي سانتيتيان الفرنسي الذي ضمه إلى صفوفه بداية من موسم 54-55 ليدخل النجومية من أوسع أبوابها. تألق مخلوفي مكنه من ارتداء قميص المنتخب الفرنسي، لكنه رفض المشاركة في كأس العالم عام 58 بالسويد ولبى نداء الوطن، مفضلا الالتحاق برفاقه لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني ذات أبريل من نفس السنة. قاوم رشيد مخلوفي الاستعمار الفرنسي لإيصال صوت الثورة التحريرية المباركة بمعية رفاق دربه إلى غاية نيل الجزائر استقلالها، فاستحق لقب اللاعب الثوري. غادة الاستقلال استأنف رشيد مخلوفي مشواره الاحترافي، أين قاد فريق سانتيتيان للسيطرة على الكرة الفرنسية حتى نال لقب أيقونة النادي. إسهام مخلوفي في الكرة الجزائرية توصل بعد اعتزالها اللعب، حيث أشرف على تدريب المنتخب الوطني الذي قاده للتتويج بميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 75 ثم الألعاب الإفريقية 78. رشيد مخلوفي بقي وفيا لمبادئه لأنشأت الأقدار أن يغادرنا في غمرة الاحتفالة المخلدة لسبعينية اندلاع ثورة التحرير المجيدة.